احتفالات النصر متواصلة في أذربيجان وفي تركيا أيضا حقيقة. مشاهدينا الكرام، واسمح لي هنا ساعة العقيد نشرك معنا عبر سكايب الدكتور مصطفى حامد أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي. دكتور مصطفى، أهلا ومرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دكتور مصطفى، ما هو عنوان هذا الاتفاق الأرميني الأذربيجان اليوم؟ تحية لكم وكل المشاهدين ولضيفكم الكريم. يعني هذا الاتفاق هو تحقيق نصر بالنسبة لأذربيجان وإرغام أرمينيا على الاستسلام يعني القبول بما تريده أذربيجان. ليس يعني إرغام أرمينيا فقط، إنما هو إرغام كل من هو وراء أرمينيا، ونعرف أن هناك كثير من الدول التي كانت تريد ل أرمينيا الفوز وتريد من لأذربيجان الخسارة. هذه الدول ما كانت تريد الخسارة لأذربيجان فقط، إنما كانت تريد الخسارة صراحة لمن يدعم أذربيجان، وهي الدولة المستهدفة بالدرجة الأولى وهي تركيا. لذلك يأتي هذا النصر صراحة انتصار لتركيا وانتصار لأذربيجان وانتصار لكثير من المواقف. صراحة يجب أن نستخلص دروس كثيرة من مما حصل اليوم، ربما في يعني 100 سنة الأخيرة أو 50 سنة الأخيرة لم نشعر أو لم نرى أو لم نسمع عن تحقيق تحرير أراضي مغتصبة بهذه الفترة الوجيزة، رغم وجود كل هذا الدعم الأوروبي والروسي، نقول روسيا لنجنبها هذا يعني لم تكن داعمة. دكتور مصطفى، من هزم اليوم إلى جانب أرمينيا؟ هزمت أرمينيا بالدرجة الأولى، وهزمت أيضا يعني فرنسا بالدرجة الثانية، هزم اللوبي الأرمني الذي كان دائما يعني يستغل بعض الوقائع التاريخية ويقوم بتزييف هذه الوقائع ليضع تركيا في خانة المتهم بأنها قامت بالإبادة الإبادة العرقية. أيضا إيران يعني ما كانت تتمنى أن يكون هذا النصر لدولة كان يجب أن تعتبر هي دولة شقيقة ومقربة لإيران. هذا يدل على أن إيران لها أيضا أهداف لا تنسجم مع تطلعات شعوب هذه المنطقة. وأيضا هزم من كان يريد أيضا كما قلت خسارة أذربيجان، لأنه لا يستهدف أذربيجان إنما يستهدف تركيا بالدرجة الأولى. كل هذه الدول، كل هذه اللوبيات، كل هذه حتى الدول التي يعني ماطلت ولم تكن تريد أن يكون هناك حلا لموضوع كرباغ، كل هذه الدول تعتبر اليوم هي الخاسرة. المنتصر طبعا هم معروفون، يعني منتصر يعني الإرادة والتصميم والقناعة بأن لا يمكن للحلول السلمية أن يعني تأتي بحلول، ولا يمكن أن تعيد يعني حقوق مغتصبة، إنما بقوة السلاح وبالعزيمة وبالثبات وبالاستعداد لمثل هذه المعركة. أذربيجان لم تكن لتستطيع تحقيق هذا النصر لولا أنها كانت مستعدة، ومستعدة لسنوات صراحة، وبتوجيه وبدعم وتدريب ويعني دعم لوجستي ودعم نفسي ومعنوي من تركيا. وخاصة يجب أن نتذكر أيضا السلاح الذي تم يعني تقديمه لأذربيجان، وهي خاصة الطيارات بدون طيار، هذه التي يعني أبدت وأثبتت جدارة ويعني قوة في هي التي قلبت الموازين صراحة في كثير، ليس في أذربيجان فقط إنما في أماكن أخرى.